لا ريب أن من مسؤولية الإنسان المؤمن أن يدعو إلى الله، أن يدعو إلى منهاج الله، أن يبلغ ما وصل إليه من الهداية. في دائرة معينة هذا التبليغ واجب، في دائرة أوسع يكون مستحبا. لكن السؤال هو أي تبليغ ينبغي أن يقوم به هذا الإنسان، وكيف يكون ذلك، وممن؟ هناك تبليغ نصطلح عليه بعنوان التبليغ غير المباشر، وهو يتم عن طريق غير اللسان، وإنما عن طريق التجسيد للمذهب والمبدأ الذي يعتنقه الإنسان. المرأة المؤمنة العفيفة المتحجبة التي تحافظ على حجابها وعفتها ورزانتها وأخلاقها سواء كانت في داخل بلدها أو في الخارج، هذه حتى لو لم تتكلم بمجرد التزامها بهذا الأمر هو دعوة وهو تبليغ. الإنسان الشاب الذي يلتزم في عمله بالأمانة، يلتزم بإتقان العمل، يلتزم بالأخلاق الطيبة، حتى لو لم يقل أنني من أتباع أهل البيت وأنهم يأمرونني بذلك، هو هذا دعوة. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، وفي الحديث الآخر فإن الرجل منكم إذا صدق في الحديث وأدى الأمانة رآه الناس فقالوا هذا أدب جعفر بن محمد لحسن ما أدب أصحابه. فيسرني ذلك ويدخل به السرور علي. وإن الرجل منكم إذا لم يتورع في حديثه قال الناس هذا أدب جعفر وهؤلاء أصحاب جعفر. في هذا المعنى لا توجد حدود في التبليغ غير المباشر، بمعنى إظهار الشخصية المناسبة التي يقتدى بها والأخلاق الطيبة التي تكون عنوانا للمذهب، هذا بلا حدود ينبغي أن يمارسه الإنسان. الدعوة بالقدوة، الدعوة بالمثال، الدعوة بالتطبيق. والحمد لله الحق يقال أن كثيرا من أبنائي وأتباعي مذهب أهل البيت عليهم السلام يمارسون هذا ممارسة جيدة ويؤثرون في غيرهم.